بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنا المقدم عبد القادر قسوم أعلن انشقاقي عن كتائب الأسد المجرمة وانضمامي للجيش السوري الحر، وهذه هويتي، حيث أن الشعب العربي السوري سعى للحصول على حريته واسترداد كرامته بالطرق السلمية المشروعة، ولكن النظام المجرم بدأ بسياسة القتل وارتكاب المذابح والمجازر، وتلبية لنداء الشعب العربي السوري تم تشكيل كتيبة عمار ابن ياسر بهدف حماية المدنيين من عصابات الأسد حتى تحقيق الأهداف الثورة في الحرية والكرامة. الله أكبر! الله أكبر!